الخير فن معانا دكتور ابراهيم. يا شباب، الو دكتور ابراهيم، مساء الخير فن. سنور، ازي حضرتك؟ ده معاك. الحمد لله، ازي حضرتك دكتور ابراهيم؟ انا هتكلم مع حضرتك على الموازنه، بس الطبيعي ان انا اسال حضرتك وانا مش عارفه انت تابعت الجزء الخاص بالاسمرات ومنطقه بطن البقره اللي تم نقلهم للاسمرات وفرق الحياه، فرق جوده الحياه. بتتكلم هنا على جودة حياة المصريين. ده يعني يرمي معانا في الاقتصاد ولا ده ملوش علاقة ولا ايه؟ طبعا ده البعد الاجتماعي الاقتصادي المفروض يظهر على طول اول ما تحس ان انت عاتت استقرار الاقتصاد بتاعك وبدأت تشوف موارد عندك، هتقدر تنفقها على الفئات المهمشة والفئات محدودة الدخل والفئات الاكثر احتياجا. ده واضح اصلا من 2014 لما انا كنت في جامعة حتى ساعتها. نعم، في خطه من ساعه من ذلك الوقت حتى كانت معموله مع خمس شركات كبرى بالتعاون مع كفاءات مصريه كانت قايمه من ضمن المحاور بتاعتها على حل مشكله العشوائيه من خلال التوسع الراسي في نفس المكان، المنطقه العشوائيه. نعم، المنطقه العشوائيه تخلي الناس توديهم في حته ثانيه، تمام، وترجعيهم ليهم بخيارات محدده. نعم، فده دي بتخلي المواطن يتحدد ويحس انه اتنقل من حاله معيشيه سيئه الى حاله معيشيه جيده، تمام، تليق بالمواطن وتليق بتحسين حتى الخدمات اللي حواليه، لان ده برضه بيفرق في الاخر على صحه المواطن من ناحيه ثانيه. نعم، ويديله ولاء اكثر للبلد اللي بتحاول تسعى لتحسين مستوى المعيشه، وبتقول له ان احنا شايفينك وعيننا عليك، احنا شايفينك. وبعدين انت كمان مش بتتكلم في رفاهيه حياه فقط، انت بتتكلم في مواطن بتوفر له فكره الصفاء النفسي، بتوفر له فكره انه يبقى متصالح مع المجتمع، متصالح مع نفسه، بتوفر له صحه. لانه تخيلوا حضراتكم مواطن كان عايش في مكان زي ده ممكن يصاب بامراض عامله ازاي؟ عديده طبعا، النهارده لما وفر له مكان نظيف وصحي وادمي وفي كمان حط حاجات مفروشه جاهزه بالفرش بتاعها، خدت بالك كل الحاجات دي كلها، اولا بيبدا يحس برضا النفس من ناحيه، يبدا يحس ان امراضه تقل من ناحيه ثانيه، خدت بال حضرتك، يبدا ولاده يحسوا انهم ايه، لا في فرقه معاهم، حتى الجيل الجديد يبدا يختلف وجهه طبعا نظري. فلما يشوف رضا النفسي جوه عيلته والكلام ده كله واتنقلته من مستوى لمستوى، ده بيفرق على البلد من ناحيه اجتماعيا وصحيا، لان المواطن هو اساس التنميه زي ما قلنا لحضرتك. نعم، لازم يشعر بثمار هذه التنميه لما البلد بتتقدم. صحيح، النهارده احنا شايفين جهود تنمويه كبيره جدا في الفتره اللي فاتت من ساعه والي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتركيزه على النهوض البلد، وعاد بقى مره اخرى في كافه المجالات. نعم، بس في مجال واحد. صح، وشغالين بالتوازي. خد بال حضرتك في ساعات حاجه بتتاخر عن نتيجه انه في عندنا حاجه معينه لازم تحدث في التحت الاول، لكن في الاخر النهارده شايفين القضاء على المطلع شويه قارب على الانتهاء. صحيح، النهارده لما انا وصلت النهارده حوالي 90% من الانجاز، انا شايفه ده انجاز كبير جدا في خلال 4-5 سنين. يعني اي طبعا، طب ده اعجاز مش انجاز، احنا قعدنا سنين ندور مش عارفين نحلها، لكن الحل بتاعها كان موجود. لما كان الاقتراح ليه ان احنا نهد المكان نودي الناس دي حته ثانيه مؤقتا لغايه ما نبنيها راسي كتراب حضرتك عشان نستوعب الناس دي كلها، تمام، ونوفر لهم مكان نضيف. صحيح، كلمني عن الموازنه الجديده، شايفها ازاي كمتخصص؟ انا عارفه ان ده ملفك وليد وبصيت على حاجات معينه فيها كده. انا شايف يعني الطبيعي ان في اي بلد في الدنيا لو بيحصل عندها يعني زي ما حصل اثار كورونا تحصل لها انكماش طبيعي. بالعكس، مصر خايفه، بالعكس اصبح عندها متوسع في الفرص، تمام، لاحقين ان انا اكمل مسيره التنميه بتاعتي مش لازم توقف. نعم، وفي نفس الوقت بالتوازي بحسن مستوى المعيشه المواطن، خدت بال حضرتك؟ ايوه، بالخدمات المقدمه لي من تعليم وانفق على التعليم والصحه وخدت بال حضرتك والمرافق وكل الكلام ده، زي برنامج حياه كريمه من ناحيه، وخدت بالك الجزء بتاع التسجيل العشوائي داخل تحت كذا بند في المواطن بتاع حياه كريمه، حتى توصيل المرافق داخل برضه تحت حياه كريمه في بعض الحاجات. طبعا، التعاون مع الدوله او بتتكلم على توصيل الغاز، بتتكلم على توصيل الكهرباء، صرف الصحي، صرف الصحي، حياه الميه وصرف ميه الشرب وصرف الصحي. النهارده انا لما انا اوصل ميه نظيفه للناس دي انا بحافظ على صحتها. صحيح طبعا، بقلل الامراض، على المدى الطويل بقلل التكلفه على الدوله عشان تصرف على علاج يوم من الايام. ما هو الريف المصري والصعيد والاماكن دي كانت بتسمى الاماكن مناطق منسيه. بالظبط، فالنهارده بقى عندي مثلا حضرتك مثلا النهارده الاستثمارات العامه زاد بنسبه حوالي مثلا معدل نمو 27.8%، ده رقم كبير، مش نسبه كبيره، مش قليله. نعم، النهارده الدوله لا مكمله وبتقول يا جماعه حتى رغم الظروف اللي مرينا بيها من اثار كورونا على مش علينا بس على العالم كله، لا احنا مكملين وهبزود انفاقي، تمام،
وانا قادر على تبديل مواردي سواء الموارد اللي عندي داخليا او من خلال اخرى من منح ومعونات او قروض حتى على باجال طويله ما تنشد عليا. نعم. وده طبيعي في كل الدول لان عندها عجز في الموازنات. طيب بتموله من بطرق اخرى. اقول لك بقى اقول لك سؤال وانا متعوده انك بتتكلم معايا بصراحه. ايه البند اللي ازعجك او قلقك؟ خلينا نتكلم دايما البند اللي بيزعج اي حد ان انا يبقى عندي عجز واموله، اموله منين؟ ايوه اموله منين دي دايما الدول بتلجا لكذا كذا اتجاه. ده اختلف من جوه مثال اذون خزانه وصيادات او اختلف من بره بطرحها بره واجيب ايه؟ طبيعي بالدولار. نعم. تمام؟ الشطاره هنا ان انا ما اجيبش العبء عليا في الشورت في العجله القصيره. خدت بال حضرتك؟ واعمل مفاوضات جيده عشان اخد احسن سعر للفايده. فده دي شطاره دوله، شطاره افراد انهم بيتفاوضوا مع المؤسسات الدوليه او على المؤسسات المحليه عشان يقدر يوفر موارد للدوله عشان يسد يكمل بقيه الحاجات دي. نعم. على المزيد في النقطه بتاعته خدت بال حضرتك؟ نعم. لاني مش عادي لما تقوم اللي انا بعملها النهارده، لما تقوم هتجيلي دخل، ودخل على المدى الطويل اقدر اسد من سعرها ايه؟ الديون العالمي. فكل ما كان الاستعانه بهذه الموارد سواء الدين داخلي او الدين الخارجي في حدود امنه وفي اجال طويله ما يزودش عبء على الدوله، انا بشوف بعتبره ده نجاح. ان انت ما بتحطش عبء عليك في فترات قصيره، لا موزع العبء عليك على فترات طويله. ان احنا فترات طويله برضه ده دين في الاخر. ما هو يا جماعه انا همول مين برضه؟ انا برضه عندي عجز موارد، خدت بال حضرتك؟ أيوة. مصر فيها موارد كتيره، ما يشوفوا التعديل، ما يشوفوا مش عارف ايه. ايوه احنا بنقوم بلد دلوقتي، خد بال حضرتك؟ بنمشي في كل الاتجاهات. ايوه بس اكيد انا عشان الدنيا دي تظهر كلها مش هتظهر في يوم وليله يعني. مفيش مسيره تنميه تظهر في يوم وليله. نعم. يعني البلد قامت في سنين. النهارده احنا بنقوم في خمس ست سنين. اللي شاف البلد دي من خمس او ست سنوات. تحديدا انا بقول لحضرتك لو فتره هنبص الفتره من 11 ل 14 فتره عصيبه. طبعا. بخروج استثمارات حي اكثر من 20 مليار دولار من مصر. وقت ما عندكيش موارد، الاستثمارات واقفه، القناه واقفه، التحويلات واقفه، كل حاجه واقفه. عوده الاستثمار دلوقتي بقى وارد؟ لا هقول لحضرتك كمان النهارده احسن معدل ربحيه على الاستثمار في مصر في تحليل المنطقه. احسن معدل ربحيه على الاستثمار كمان رغم من كل التحليلات الموجوده. واي حد بيقابلني النهارده بقول له النهارده لو بصينا كده في اطار مقارنه بسيطه بالمرات اللي فيها عامل جذب، هتلاقي مصر تمام كمحور رئيسي ومنصه جذب رئيسيه. لكن من حسن ان احنا ايه؟ ان احنا فعلا ان احنا نكمل في مسيره بتاعتنا، مسيره اصلاح تخفيف الاستثمار اكثر. في نفس الوقت اقدر اعمل حاجه اسمها استهداف مباشر وغير مباشر لبعض القطاعات زي ما عملنا كده مع سيمنز. عندنا شورت في الطاقه لو خدت بال حضرتك، احنا اتفقنا معاهم ده 11 مليار دولار. راح ده رقم وقدرنا نغطي المشكله بتاعت الطاقه. فاولوياتي بتحدد لي طريقه التحرك. فانا محتاج ايه قطاعات المقاومه؟ كذا وكذا. خلاص هروح اتركها بسبيسيفيك انسنتيفز بمحفزات محدده خدت بال حضرتك؟ ايوه تميزني عن غيري عشان اقدر اجيبه عندي. ده الاتجاه في الوقت الحالي اللي الاداره تتخذه في بعض القطاعات اللي هي ذات اولويه بالنسبه لها وكاحتياج. نعم. وتركيز رئيس النهارده على تنميه محور قناه السويس لانها من مناطق حيويه شفنا النهارده لما قناه السويس. طبعا طبعا انا اقصد انه في اقصد انه المتخصصين دايما بيبقى عينيهم على بنود معينه، دي انا عرفتها من حضرتك، بيبقى ليهم كمان نظره احنا مش شايفينها او بعد تاني احنا مش شايفينه، وهو هو شايف اللي جاي ايه؟ اللي جاي احنا ما نعرفوش، او احنا نعرف ان في محور قناة السويس كذا كذا كذا. حضرتك اللي عارف بقى ده اللي ممكن يعمل ايه، ده هيضيف في ايه. انا عندي امكانيات رهيبة تمام؟ نعم. الفترة الجاية هتم او في البنا فترة من خمس سنين هتم امكانيات زي مثلا ان احنا بوابة لافريقيا.